السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وراكسن اخيارتنا داور ايساي ايد الكيم با ميلكستو الجوبتان ما انت ومال النمو اربعاء تاريخ دون وحاي تاهي كوبية صدن كابيشة جولاي سنة كالباكون افريا لباتن هذا برنامج كينا قبي اهانتي وحي نوكوشو قادن دونا دلكي هقاميه حماس اسماعيل هنية إلى هيها أن حارستو سدو أدعي قابكي إيران وحي كتري سدو كري وحالا فلانكرو قابك ديلكو أدعي وحاو سميني مركي ديلكو أدعي إدعو لصو كرمي تهو كماشي أوجرو حالا لهاش أردن إيا إنتي أينو كلمغنين أينو إذيشو أرورنيني بالوحي ورباهينتو أي كقرين شاكدان حتى جذها جزة تدق سدي أريتها وقفل عليين إدى الله ملئن يو إن أي بدري كرتو نكر إلى إسماعيل هنية أو أي حماس هذا أقول شيء سي إنتلو آسيا آسك حجيلو سمينية دمان معلومات كاش أوردن أيانو برنامج كنا قلب نمو كفافة هنا ناس يادو قبقتان حالته هلك أي مريسو هذا وحي وراء يسوع كردا أنت عن برنامج كوتشرنا والد الله سعد سين دونا كرتو ركسن خيار إيميل كستوا تشوكتان كبي هانتي سان هراي ذي كوش شعري برنامج كوحي نكجاه اللي دونا معلومات كوش أبسن جريدي الله ونحرست إسماعيل هنية يدل كي لوجو كيستي مجال دا تهران عاصمة دوضة كإيران هذا مركب وجوه الرئيس برنامج كوحي نكوفا قدينا محال جا قري هبك لود لي إسماعيل هنية إسرائيل سيدي أدي شيء محال جا قري هذا تلفزيون كالجزيرة أيا وحو صور رجيه وربح النوكو صابسن شيء كذا هذا وحال لي هاي محيل وكجرنا ذلك لوج يشتي إسماعيل هنية إلى يحضى هذا الجزيرة مركب وحيل هذا هاي حركة مقاومة إسلامية حماس أيام عطوا أربعة وحي سر رسمي أو شيئين إن لدري هجاميه حفيز كسياسة إسماعيل هنية كدي مركي لغبرت المامات سدي ويرر لنا عركة وإسرائيل أيكو قاضي مجالة تهران عاصمة وضن كإيران هدبا مسؤولين تا إيران يجونا وي عبدين إن وركاسي أو يهي مترنا إسلام مركانا مجالة دي لقد لي هجاميها حماس هدبا وحي شيئين إن يارتا كجران بارتان يو سيدا أي وحود عين إن مركا أي باران هدبا الجزيرة وحي هلكن مركا لي ليلة هاي سيدي أدعي دلك حركة حماس أي وحي سو صارتي لحدي أرور نمو ساكي حلقة ومقالة مكة المكرمة وقت كذا أي وحي صوصارت إن هنية لدلي لبيك سدي ويره لنعا عركة هلكي وكدقنا مقالة تهران كدب مركي وكغيب قلي مناسبة دي على مسارك مدحوينها عصب إيران مسعود بسكيان نكل إيران هدبا مسؤولية إيران وحي شيئين إن دلك هنية مركا ونقن طورو مد مركا سي إدي كم مسؤولك أحيد مركا لو تواب الدورو هدبا مركا وربحين تكالي أيا الجزيرة غوريسة وحيلي ذا هاي غورما أيا أحيد إيو وقتiga مركا ودلكو دعيو سيدي ودعي مركا حقيكا دعي يا سفلي يا للي يا وكالة وركا ودك إيران أيا وحي شاكتي إن هنية ساعدو مركي أهيد لبدي هبي نمو سقدة دحي صبح نمدي أربعة وقتها قدها مقالة تهران هبي نمدي أربعة سوق قليسي ومالتي تلالة أهيد هلكا إنو مركا دقنا مركاس لشيغي إن ويره لغو قاضي قريي وكد دقنا تهران
هذا مركب حال شيء يهنيا إنه هلك كوش هيدي السجى يوم يتكمدا إلى الذي شخص جاه للسعودية هذا نك كله وكرده فارس إيران وحشيجة إن مركزي لبرتيل مع مسدي حرنتي ودجناء إسماعيل هنيا جوب كتالي لنا عوقوي عاصمة تهران واتاي مركا معلومات كاسو ومعلومات كا صحضة أه إلا يسكر راعي ساعده إلا صور راف معناه ووركا ساجرة كنا جرماء نكا وارد انتي الله نحن استال اللي يحي وحلد انتي إلا الذي سميت كمدا كرغي دقنا أيا مرت لغو ويرري مركي أقود بيسي أصوى موغضو وحول لكل ميمة حوينها ودك إيران ساعد كور وكسو تري واتان برامش كيكي سبحان نمو ساكي كسمي غورغي سو يمد أريتا ساعد علي خوب كنو عيلو استعمالي مرك وحال سوي ديري وربحين تكوچرا خوب نو عيلو استعمالي ورباحين تقار وحيليه قارهان كو إسرائيل قنطال أيال لغود دلين قنطال كاسونا وحو كسو دعي ميل كبحسن ودن كإيران ودن كلا لغا سوري دي وفرسلا وركيو ورقار وحيشيغيين ديارات درون أه إلو استعمالي وربحنا كلا دوانا سعودي هدو مركا آن دي توسو وربحن ينا لغا قريشي كدن للي هاي محو يهي هوبكا لو استعمالي للك إسماعيل هنية ورباهين تا إيران وحيشيغين إن إسماعيل هنية دلكي سا لو استعمالي ساروق لغسو ردي ودن كلي لكن آنو أحاين ميت قدها إيران لغا ردي إن آنو أحاين وحانا لشيغي يا سيدا او دابعي جورنال كليرادو نور نيوز تاغيرا قولها سراء أمنية قرن كإيران إن هجاميها فلسطينيين تأدنتي لبرتيل ماميت سدي لغونا لبرتيل ماميت سدي سيدا ويري قنطال لنا عائركة أهكي مد أيولي يساقنا ومركا باريتان كي حدا او سعودو وحانا موقعا لشيغيا إن او آدو قلو يهي قولها سراء أمان كا ودن كاس لنا عكالي هاي أدى وراركا أفا في سا إسرائيل وحي شاكتي إن قنطال كالغود دي إسماعيل هنية ويهي قنطال لغا كياني أما كيميد ميل كبحسن لوكا ودن كإيران آنو أهي قنطال دين عائركا إنو كسور دعاي ما أهاني اللي هاي هدبار ننكا كالي إذا مدى إسرائيل وحي يغو ديدين إني وح تفاصيل أو ديرادة كبحيان أرنتان كسابسن قاب كأي أدلين نكاسي ويجي مركا وحينو أركينا حالدو مركا إني هالكاس مريسو هوب كاسا مركا لغو دلال لي لبا أيا إس بربر سعوتا وحي وراركو أدبديه لكن قنطال كي ميد ميل كبحسن روكا إيران وكل عي هالكاس هالكا وربحنا ذا قار إليه وحتى جورنال آدو تاغيرا قولها سري أمنيقا قرنك إيران وليا هاي قنطال هودا كسور عاي أو عركا كيميد أو ديارد أي سوري دي أيا لغود لي نيكن للي هاي هادما سيكستو آي تاي إيرانيين تولي وحي ليهين وحي نكو جرنا تحقيق أما بارتان أريتاكو سابسن أيين ودنا أي ليهين واتاي وحي نوصو صعودا وربحنا كالي أو كو سابسن وذات كوغوس الرياء لنا عدين تا وضن كإيران أو لأمسي يعني كيساقو عمرنا وقوة وين وضن كايكاقو آن ويهي إنو وعدكم راي إن يو أرقود الدوران إسماعيل هنية هادبا يدو قضبك لاي نوصو صعوان مركا وحينو قلنا هالكيرو قو آسيا إسماعيل هنية حماس حنجي دوني سائل لغو آسوه قاميه هودا هادبا مركا وركا وحلي يعني وركا حماس وحي قو عنصدين إسماعيل هنية إلو واسو ماشي او دقنا قبر إلو واسو ما داما فلسطين هدى أن لقين كرين ودباتا إكي شفتو إن هالكا لو واسو
waxaa sheegay in marka la sameyn doono qabiista barito ah reer Iiraan inay u sameyn doonaan maaragtay baroordeed in looga sameyn doono Tahraan inta aan laga soo qaadin meydkiisa. Markii la soo qaado kadibna salaada janaasada iyo lagula dukan doono masjidka Imaam Cabdulwahaab magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Halkaasaa marka waxaa leeyahay markii lagu dukado kabacdi Qatar ayaa lagu aasi doonaa. Waa tahay markan waxaynu galaynaa warbixin ku saabsan aaskiisa waxa Aljasiira ay ka qortay. Haddaba waxaa leeyahay xarakada Xamaas waxay sheegeen in Ismaaciil Haniya magaalada Dooxa loogu sameyn doono aas shacbi ay badan ay kasoo qaybgeli doonaan iyo kooxaha kala duwan, iyadoo aaskiisa ay hogaamiyaal Caraba iyo kuwa Islaama iyaguna ay kasoo qaybgeli doonaan. Haddaba salaada janaasada ayaa waxaa la sheegayaa in lagula dukan doono masjidka Al-Imaam Maxamed Cabdulwahaab bin Cabdulwahaab ee caasimada Qatar salaada jimcaha maalinta jimcaha kadib ayaa halkaa lagula dukan doonaa. Waa tahay marka qaybtaasu marka halkaasaan kaga gudbaynaa. Qaybta kale Aayatullaahiga muxuu qorsheynayaa? Khamenei, ninka la yidhaahdo Cali Khamenei, muxuu leeyahay waddankiisa lagu dilay ninkii martida u ahaa, iyagaasoo casuumay inuu kasoo qayb galo cala masaarka madaxweynaha cusub. Qatar uu kasoo tegay, halkaasuu tegay, meeshaa lagu dilay. Iiraan marka sidee rabtaa inay uga jawaabto? Haddaba aan intuso warbixinta laga qoray sheekadan. Haddaba waxaa leeyahay Iiraan waxay wacad ku martay inay Israa'iil ka aari doonto weliba si daran dilkii ay u geysatay Ismaaciil Haniya. Haddaba hogaamiyaha dhinaca diinta ugu sarreeya waddanka Iiraan Cali Khamenei ayaa wuxuu sheegayaa in Israa'iil ay si adag jawaab u siin doonaan dilka ku saabsan hogaamiyaha xafiiska siyaasadda xarakada muqaawamada Islaamiga ee Xamaas Ismaaciil Haniya ee Tahraan lagu dilay. Haddaba wakaaladda wararka ee Iiraan waxay sheegaysaa in Khamenei uu markaa sheegay in nimankan sahnuuniyadda ah ee mujrimiinta ah ee argagixisada sida uu yidhi ee dilka u geystay Ismaaciil Haniya in markaa la ciqaabi doono oo si adag ay markaa uga aargudi doonaan Ismaaciil Haniya sida uu sheegay wadaadka. Waxaa sidoo kale isaguna ka hadlay madaxweynaha waddanka Iiraan oo saacadda ka hor inta aan la dilin kulan la qaatay, isaguna wacad ayuu ku maray in Iiraan aysan ka aamusi doonin. Marka waxaa leeyahay maanta waxaa shiray saraakiisha ugu sarreysa ciidamada Iiraan, hogaamiyaha diinta, madaxweynaha, kulligood shiray galeen, kulli go'aanay qaateen qaabkay u aargudi doonaan iyo waxa ay samayn doonaan. Xisbullah iyaduna waray soo saartay waxay sheegtay inay arrintaasu abuurayso muqaawamo tiro badan, Ismaaciil Haniya tiro badan inay soo baxayaan. Laakiin Ismaaciil Iiraan Israa'iil waxay u haysataa yidhaahdeen inay wax ku xaalinayso, laakiin dadku ciiddaasay ka badan yihiin ay dhaheen nimankaasu. Haddaba xuutiyiinta ayaa hadlay, waxaa hadlay nimanka ciraaqiyiinta dhammaantood, waxay wacad ku mareen inay ka shaqaynayaan oo ay u argudi doonaan hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya.